ما عاد والله مراكز الله يرزقنا. بس رحنا ابغى ذاك المكان نروح نضبطه. طيب الله ايش ايش قال الله في صفين؟ ابشر بس ما نخلص باذن الله بعد الصفين يكون الاعداد حقك في التصويت يكون ان شاء الله ما عاد احلى من الصفين ابو زيد. بدنا نلعب خطوه. اي والله توكلنا على الله. والله تم. يلا يلا يا غزال في الجنوب الاقصى ودي اتنشد عنك وتقصى لا حداني حاد الشوق يا حلاتك بعد جيت وشفتك ما بعد حتى قدرت وعفتك من يعافك صدق مطفوق يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 من يعافك صدق مطفوق يا غزال بالجنوب على قصا ودي اتنشد يا حلاتك بعد جيت وش
سعيد. ما شاء الله تبارك الله يا ابو سعيد. هذه الجنوب وكلمات الجنوبيه. شكرا يا ابو سعيد. شكرا مره يا ابو سعيد. والله شكرا لك جميل جدا. بسرعه بيشيله. لا 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 الا والله ليش والله والله حلمنا انا طالب اهنيك على هذا الامر. تستاهل يلا يلا ما شاء الله ما شاء الله بالله انشر العمل. لا ما شاء الله توك تسوي بالله انشر العمل. توك تسوي اللي هنا يا كريم. توك تسوي اللي هنا. السلام عليكم ورحمه الله. لا 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 شيله 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 واحد يا الله 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 لكن التأخير حصل مني أنا. هذا نجاح اللي قدمته أنت يا أبو سعيد. والله يبيض وجهك ولا يهينك على الإنشاد. والله اللي زاد القصيدة جمال أنك أنت اللي جعلك تسلم. جعلك تسلم واحد. لا 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 لحظة واحد بس يشيله خفيف. قوام الله وجيكم. يا حبيبي الشوق
شفتك بعد جيت وشفتك ما بعد حتى قدرت وعفتك من يعافي صدق مطفول يا لا لا جواب عدم ثاني طب دقيقه يا عيال يرحم والديك يرحم والديك عندك خوف من يوم السبت ان ممكن يشيلون كذا عندك قول لا اله الا الله يا الربع خايف انا اتكفل من هذا المنبر تكفل به باشتراكه في احد النوادي 6 شهور الله لا يهينك والله انا مطلوبه من رمضان بالله يبدا من رمضان لا الاختيار من عندي انا درجه وصل حتى غطرته صارت ثقيله مشليت ابغى تم ولد الشباب ما شاء الله والله كلمه حق الربع كلمه دقيقه ابراهيم 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 دقيقه ابراهيم دغ شوي كلمه حق والله اني احبك يا ابو سعيد رغم الحسد اللي تمارسه انت انا ما ارسل كلمه حق انا ما ادخل بالتسجيل لا تسال علي كلمه حق يا ربع ابو فره الرجال ابو سعيد ها والله 90 يوم يبهرنا بصوته اتمنى امنيه ان الله يوفقه وييسر اموره وباذن الله ان اللي طلعت من البرنامج هنا ان على راسه ان شاء الله مع الشيخ ترك للشيخ والربع كلهم انهم ما يخلونك وباذن الله انك اشوفك على المنصات باذن الله والله باذن الله وانا كلمه حق وانا كلمه حق بقولها لابو سعيد اثري ادري كثرنا عليه كلمه حق حق يستاهل والله يستاهل ابو سعيد باذن الواحد لحد يا شيلته هذه باسم مساعد انا مساعد عن نفسي اتكفل برحله كامله للحبله والسوده اتخبط فيها عليها. انا ونواف على هذه الشيء خبال حسود الحين اوضح شيء انك خليتها بس انت ونواف لان الجميع في الموضوع لا كلكم لكم حق الموضوع ان شاء الله انا مليونيه الموضوع انا اضمن لك هذا الشيء الموضوع ما فيه اني ما حبيت اني اطلع من البرنامج وانا ما اعطيتكم شيء من موروثنا في المنطقه الجنوبيه سلام كفو 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 الالوان الشعبيه الجنوب الجنوب كيف المحبه تهون يا اللي بقلبي تمون ما دام مو بناط مو بناط